اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وأن يختم لنا بما ترضاه لنا وعنا، آمين آمين. أما بعد، دائما الله سبحانه وتعالى يعلم عباده المنهج الأقوم، ويعلم عباده دائما الطريق الأصوب في التعامل مع الخصم وفي حل المشكلات بين الناس. سجلت آيات من سورة الأنبياء منة الله سبحانه وتعالى على عباده حين أرسل إليهم الأنبياء كقدوة وهداية على طريق العودة إلى الله سبحانه وتعالى. وفي معرض الحديث عن هذه النعمة يذكر الله سبحانه وتعالى الملائكة واصفا إياهم بصفات العلو في الطاعة المطلقة لله سبحانه وتعالى. ولا شك أن ضرب المثال هو طريقة لإيصال المعاني، ضرب المثال طريقة في إيصال المعاني. ثم يبين الله سبحانه وتعالى كيف تواجه الخصوم، وخاصة إذا كان هذا الخصم يقدح في دينك وفي عقيدتك وما دون ذلك من الخصومات، كيف نحلها، كيف نواجهها. لا شك يا إخواني أن من وثق بالله عز وجل نجا، والوثوق بالله يحتاج لأن يكون 100%، وأن لا يكون في النفس من ذلك ولو 1 بالمليون شك في علم الله وفي قدرة الله. لذلك إخواني يأتيني سائل ويقول: أين الله؟ هل الله موجود؟ إذا كان الله موجودا فلماذا يترك المسلمين يتعذبون في بقاع الأرض وأقاصيها؟ لماذا لا يعين الناس كما كان يعين الصحابة في بدر وأحد والخندق وما إلى ذلك؟ لماذا يترك المعذبين والمعذبات والأطفال والضحايا وجلهم من الموحدين؟ أين هو وماذا ينتظر وماذا يفعل؟ السؤال في حد ذاته متقبل، لأن الناس أحيانا من شدة الألم تفقد بوصلة الاتجاه. لكننا نعلم الناس، ولكننا نذكر الناس، وهذه وظيفة الأنبياء ومن تبعهم من الدعاة إن شاء الله تعالى. يا إخوة، ألا تذكرون قصة سورة البروج؟ ألم يقتل ذلك الرجل الذي ذكره علماء التاريخ وذكرته السيرة أكثر من 20,000 مؤمن موحد لأنهم رفضوا تغيير دينهم؟ فعل أم لم يفعل؟ ألم يخد الأخدود ويضع فيه الوقود وكان على ما فعل بهم ومن معه شهود؟ ألم يسجل القرآن هذا وذبح الناس وحرق الناس؟ أين الله عز وجل في ذلك اليوم؟ الإجابة على هذا إخواني أن الله عز وجل يعلم ونحن لا نعلم. لله حكمة ولله دراية ولله علم لا يصل إليه أي من البشر ليعرف مقتضى الحكمة، لماذا يقبل، لماذا يسمح. الإجابة على هذا بنقاط. النقطة الأولى: الذين ينكرون وجود الله على سبيل الإيمان واليقين أنه غير موجود، هؤلاء يقال لهم إذا كنتم تسألون السؤال لإنكار الوجود فنجيبكم بما يلي. يا إخوة، هناك قانون
طبيعي في الكون يسمى قانون السببية، قانون السببية، يعني كل سبب له مسبب، وبالتالي إذا كان الكون سببا فلا بد له من مسبب. نعطي ببساطة مثال لنجيب هؤلاء الذين ينكرون الوجود اعتقادا، وليس كإخوان الذين يتساءلون باب الألم والوجع. نقول له: يا من تسأل سؤال المنكر، لو أنك رجعت في يوم من الأيام بعد انتهاء الدوام إلى بيتك فوجدته رأسا على عقب، دخلت المطبخ، غرفة الجلوس، غرفة النوم، كل شيء على الأرض مكسر، ماذا سيكون لك من منك ماذا سيكون منك أول سؤال؟ لا شك أن الجميع متفق أنه سيقول: من فعل هذا؟ إذن هو سأل عن ماذا؟ سأل عن الفاعل، سأل عن المسبب. وبالتالي كيف تنكر المسبب الأول وتسأل عن مسبب لخراب غرفة أو دمار بيت أو سرقة مكتب وهكذا؟ إذن لا شعورا أنت قلت: من فعل هذا؟ أو ما الذي أدى إلى هذا؟ إذن أنت بلسان حالك ولسان مقالك تسأل عن الموجد وتسأل عن الفاعل الذي فعل هذا. أيضا إخواني، لو أنك مررت ببناية رائعة جميلة تحفة في الإبداع، لا شك أن عقلك سيقول: وراء هذه البناية مهندس ذكي، مهندس مبدع. لن تقول: هذه العمارة جاءت هكذا بدون بناء. عندما ترى لوحة جميلة تقول: لا شك أن الرسام الذي رسمها مبدع وصاحب خيال واسع. إذن أنت أوجدت لكل سبب مسبب، فإنكارك لله يتناقض مع هذا المثال وذلك المثال. أما إذا كان السائل من أبناء الإيمان الموحدين لكن الوجع والألم لما يشاهدون أدى بهم إلى هذا السؤال، فنقول لهم: أولا يا إخواني يا أخواتي، الله عز وجل موجود وله شأن، وهو الذي يدير دفة الكون، وله في كل ما يحدث حكمة، بل إنه قد أخبرنا ابتداء قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. نحن نعلم منذ اليوم الأول أن الحياة في هذه الدنيا كبد، والكبد درجات وأنواع، من الكبد ما يكون نقصا في الأنفس والأموال والثمرات والجوع والخوف، ومنه ما هو دون ذلك أو ما هو أعلى من ذلك. إذن هذا ابتداء لابد أن نسلم به. الأمر الثاني، الله عز وجل يختار من عباده شهداء، لذلك يقول الله في الآيات: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء عند ربهم يرزقون. إذن هو أراد لهم الخير دون أن تعلم أنت وأعلم أنا. مثال ثالث في قصة موسى عليه السلام مع الخضر في سورة الكهف، لما قتل ذلك الغلام ألم يؤلم قتله والدته؟ ألم تحزن على ولدها؟ هل علمت هي حكمة الله في قتل ذلك الصالح العبد الخضر لولدها؟ لم تعلم، ولكنه كان لها خير ولا لا؟ كان لها خير. إذن نحن لا نعلم حكمة الله من كل ما يحدث لنا، ولكننا لأننا نؤمن به نثق بقضائه ولا نعترض عليه، وهذا مطلق التسليم ومطلق الإيمان والثقة بالله سبحانه وتعالى. أصحاب السفينة لم يكونوا يعلموا عندما خرقها وأنه كسر منها ألواح من الخشب، لا شك أنهم يمكن بكوا: تعبنا وشقانا، مش هيك؟ مش هيك بنقول تعبي وشقاي اتخرب لي إياها؟ لكن متى عرفوا الحكمة؟ لما جاء الملك يريد أن يأخذها غصبا. إذن يا إخوة، قد تعرف أنت حكمة الله من قضائه وقدره وقد لا تعلم، لكنه في الحالتين
لا يجوز أن يهتز معيار الثقة والإيمان بالله سبحانه وتعالى، بل تقول وأقول ونقول قدر الله وما شاء فعل والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إذن هذه النقطة الأولى أحببت أن أركز عليها لأنها في صميم العقيدة إخواني، افهموها وفهموها من تعولون. أما النقطة الثانية في معرض حديث الله سبحانه وتعالى لنا عن الملائكة، أتلو بعض الآيات ونقف على جزئية أريد أن أركز عليها اليوم في قضية التخاصم. عندما أتخاصم وأختلف مع إنسان، كيف يكون ردة فعل المؤمن الذي تعلم منهج القرآن؟ يقول الله سبحانه وتعالى وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. الملائكة لا تتكبر، ومعظم كفر الإنسان سببه التكبر، وأول اعتراض أدى إلى الكفر كان من إبليس لما أبى، كملوا معي، وتكبر واستكبر، أبى وتكبر واستكبر، أنا أسجد له، أنا أحسن منه. واليوم كثير من أخواني يعيد كلمة إبليس دون أن يطلقها صراحة، أنا أحسن، أنا أحسن. لا لا لا، ما تقول أنا أحسن، هذا إلغي من قاموسك، قل كل الناس أحسن مني، تواضع، لأنك لا تعلم حقيقة الأمر كما يعلمه الله سبحانه وتعالى. ثم يقول يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هذه المخلوقات وظيفتها أن تسبح وتعبد وتطيع 24 ساعة، ما في فتور. إيش الفتور؟ انخفاض مستوى العمل، ما في انخفاض مستوى الطاعة ومستوى التسبيح والعمل ليل ونهار. إذن هذه ملائكة الله سبحانه وتعالى الموكلة فينا والتي لها عمل معنا، حيث أخبرت لما أراد الله خلق آدم عن وظيفتها مع آدم ومع ذرية آدم، فكان منها السؤال الذي ذكرناه في خطبة سابقة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من أخبرهم؟ الله سبحانه وتعالى. هذه مهمتكم، هذه معلومات المخلوق الجديد. اتفضل. بدأت الأسئلة من باب الاستغراب والاستهجان وليس الاعتراض. ثم يقول أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون. يعني أنتم لعلكم عندكم آلهة أرضية تخلق وتبعث. هذا الافتراض سيرد عليه الآن بطريقة مهذبة ليس فيها لا غضب ولا شيء من العصبية، ثم يبين لهم حتمية عقلية. يقول لو كان فيهما الأرض والسماء آلهة إلا الله لفسدتا. يعني ما دليل أن الله واحد؟ وجود الكون. ما دليل أن الله موجود؟ وجود الكون. طيب لو كان في إلهين، المنطق العقلي يقول إما أن يخضع واحد لواحد وبالتالي لا يكون إله، رجعنا لإله واحد، وإما أن يتصارع، أليس كذلك المنطق؟ دليل منطقي، إما يخضع وبالتالي لا يكون إله، وإما أن يتصارع. فإذا تصارع، إذا بنى الأول هدم الثاني، أليس كذلك؟ بلى. إذن بما أنه سيهدم يبني ويهدم لن يكون هناك وجود، فوجود الوجود دليل على أن الله واحد. هذا معنى الآية لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. ثم يقول طبعا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. يقول القضية الآن الحتمية، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد.
هو يريد ويفعل، لأن فعله عن علم. أنا لا أعلم ولا أستطيع أن أسأل عن معلومات الله عز وجل، لأن المعلومات لا تعطى على قدر المحبة ولكنها تعطى على قدر الحاجة. لذلك ما السبيل إلى هذا؟ التسليم بقضاء الله وقدره، وأن الله له حكمة، وأن كل المعذبين وكل المستضعفين جزاؤهم عند الله عظيم، وأن هذا جزء من اختبارهم وابتلائهم وكبدهم الذي أخبرهم الله عنه في القرآن. وما لنا لا نتذكر كبد النبي صلى الله عليه وسلم في حياته، وهو قدوة لكل مكابد. إذن لا يسأل عما يفعل، لا اعتراض، أنا أثق بالله له حكمة، وإن شاء الله الخير لنا في الخاتمة، لا بد أن تثق بهذا. ثم يختم، وهنا أريد أن أركز. طيب، هم يدعون أن هناك آلهة مع الله، الله يجيب بكل هدوء ويعلمنا أن نجيب بكل هدوء، أم اتخذوا من دونه آلهة؟ ما الجواب؟ أوكي، قل هاتوا برهانكم. بس هاتوا برهانكم. واحد بيتهمك باتهام، لا تعصب ولا تصرخ ولا تقول بدي أبطل أقاطع وبديش أحكي وبديش أزور وبدي، لا لا لا، قل له عندك دليل؟ كلمتين، هاتوا برهانكم. من يستطيع أن يبرهن أن هناك إله من دون الله؟ برجوني، مين بيستطيع؟ لا أحد. ليش؟ لأنه بده يثبت لك عمليا من يسيطر على الكون، الشمس، القمر، النجوم، الليل والنهار، الأنهار، الشجر، الهواء، الأكسجين، من يستطيع أن يزعم أنه يسيطر على هذا؟ لا أحد. إذن قل هاتوا برهانكم، كلمتان، ولا تعصب ولا تغلب حالك. نتعلم هذا يا إخواني في منهج التعامل بيننا إحنا كأب وأم وأولاد وإخوة وشركاء. اتهمك اتهام عادي، طيب يا أخي ماشي، عندك دليل؟ بس. وبالتالي حتى هذا في الأحكام الشرعية، وين الدليل؟ نحن نسير مع الدليل، ولا بعصب عليك يا محمود ولا بتعصب علي. عندك شهود؟ عندك أدلة؟ تفضل قل هاتوا برهانكم. بس ثم يقول هذا ذكر من معي وذكر من قبلي. أنا ما جاء النبي محمد بشيء يخالف الأنبياء السابقين، كله بنفس الفحوى. يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. هذه رسالة الأنبياء، التوحيد. بيختلف في الشعائر التعبدية، هذا أمر له علاقة بواقع الناس وتطور الناس وحياجات الناس، لكن العقيدة واحدة. ذلك إن الدين عند الله الإسلام من حيث العقيدة، يعني الله لا يعبث، الله لا يعبث. وبالتالي إذا كان المرسل واحد فلا بد أن تكون الرسالة فحواها ومضمونها واحد. إذن يا إخواني أتعلم في هذه العجالة أن لا أخرج عن إطار الثقة بالله، ما يقضيه الله ويقدره لي هو الخير، وإن لم أره خير. أحيانا بصير معك أنت بصير معك أشياء متى بتفسرها أنت لنفسك؟ جزء بعد سنة ولا بعد سنتين ولا بعد عشر، أقول هسه فهمت ليش ربنا ما يسر الأمر الفلاني، أنا هسه فهمت. بس أنت في الأول شو كنت؟ كنت معصب وزعلان ومستغرب ليش ما زبطت. الآن فهمتي أنت يا أختي ما زبط العريس الفلاني وما زبطت الوظيفة الفلانية، الآن أنت أدركتي أنه في حكمة، الحمد لله. فأنا بدي أتعلم من تجربتي السابقة إني ما أغضب ولا أعترض ولا أشكك في قضاء الله وقدره، بل أسلم محتسبا راضيا بقولي قدر الله وما شاء فعل. اختار الله لي شيئا وأنا أثق أن اختيار الله لي هو الأفضل لي، وإن لم أره الآن ولم أدركه الآن. ولعلكم تدركون يا إخواني صلح الحديبية،
كيف كانت ردة فعل الناس وكيف كانت النتائج. فعلم الناس أن حكمة الله عز وجل لا ترد. علموا هذا لأبنائكم ولزوجاتكم ولأزواجكم أن يكونوا دائما هادئين، يأخذ الأمور ببساطة، يثق بالله، وبناء على الثقة لا يخرج عن إطار الطاعة والتسليم والرضا بقضاء الله وقدره. أسأل الله لي ولكم أن يقوي عقيدتنا وفهمنا لعلاقتنا به. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروه وادعوه وأنتم موقنون بالإجابة.